السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. مصرف حكومي في التعامل مع أي جهة أو مؤسسة تتبنى ترويج السلف والقروض. حذر المصرف العراقي للتجارة TBI من التعامل مع الروابط الإلكترونية التي تهدف إلى عمليات الاحتيال والتصيد الإلكتروني، فيما أكد أنه لا يتعامل مع أي جهة أو مؤسسة تتبنى ترويج السلف والقروض. وذكر المكتب الإعلامي للمصرف في بيان يرجى اتخاذ الحيطة والحذر عند التعامل مع الروابط الإلكترونية التي تنشر على مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية التي تهدف إلى عمليات الاحتيال والتصيد الإلكتروني، وأضاف أن الغرض منها الحصول على معلومات حساسة مثل تفاصيل البطاقة الإلكترونية وأسماء المستخدمين وكلمات المرور، وذلك لأسباب ضارة أو إجراء عمليات شراء احتيالية أو الوصول إلى الحسابات المصرفية، مؤكدا أن المصرف لا يتعامل مع أي جهة أو مؤسسة تتبنى ترويج السلف والقروض أو الترويج لمسابقة معينة، ونؤكد على عدم تعبئة أي استمارة عن طريق أي موقع أو صفحة إلكترونية. مصرف الرافدين عن قرض 50 مليون دينار للترميم والبناء والشراء. أعلن مصرف الرافدين الحكومي أن قرض 50 مليون دينار يشمل الترميم وتأهيل الدور السكنية والبناء وشراء دار سكن. وأوضح المكتب الإعلامي للمصرف في بيان أن القروض للترميم وتأهيل أو بناء الدور السكنية أو الشراء للموظفين والمواطنين والمتقاعدين تكون بدفعة واحدة، وأشار إلى أن مدة تسديد قرض 50 مليون دينار تصل إلى 10 سنوات وبفائدة 5%.